مساء الجمال عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بداية حل. أهلا وسهلا بيك يا عمنا الشيخ، أهلا وسهلا فضيلة الشيخ محمد الأنصاري معانا النهاردة. أهلا وسهلا بحضرتك. سعيد جدا أن أنا مع حضرتك النهاردة في البرنامج، وإن شاء الله بإذن الله لنا أعمل حلقة الناس تستفاد منها إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. ومعنا الشيف أنوش، اهلا وسهلا وحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا دكتوره منى، ازي حضرتك عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله بخير، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. في البدايه نحب نهنئ الامه الاسلاميه وعيد الشرطه، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الشرطه، ونعزي انفسنا ونعزي اهل الداعيه عبله الكحلاوي. نتمنى من الله لها الجنه ان شاء الله، وربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر اهلها ان شاء الله. اهلا وسهلا بيك فضيله الشيخ. اهلا وسهلا بحضرتك. النهارده عايزين نعرف من حضرتك اسباب السحر. تمام، هنتكلم في الموضوع ده، بس اوضح حاجه كده للناس اللي شايفيني. السحر اصبح طبعا منتشر في المجتمع بتاعنا، واصبح شيء ملموس النهارده، وناس كتير بتلجا ليه، وحيل وبقت كتيره جدا، وانتشر بالفتره اللي فاتت، وهو منتشر من زمان. لكن ازاي اعرف نفسي؟ هتكلم معاكم ان انا افيد الناس ازاي اعرف نفسي ان انا مسحور، وازاي ان انا اعالج نفسي، وازاي الوقايه من السحر، وازاي ناخد بايد الناس الى كتاب الله والى العلاج الصحيح، اللي النهارده اصبح ناس كتير مشتته ومش عارفه توصل للطريق الصحيح. فهنتكلم عن السحر. اولا هو ذكر في القران وشيء ملموس وما نقدرش ان احنا نكذبه، وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام سحر ليعلمنا ان السحر موجود وانه حقيقه. وفي الروايه وفي الحديث لما سحر لجا الى الله، اول شيء عمله كان يخيل اليه انه ياتي نساء ولن ياتهن، فاني افتيت الله فافتاني، فجاءني رجلان، رجل عند راسي ورجل عند قدمي، وقال ما حال هذا الرقل؟ قال مضبوبه، قال من طبه؟ قال لبيد من الاعصم. المقصد هنا ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يخيل اليه، فاول شيء عمله لجا للطب، لان كانت الحجامه ساعتها هو العلاج الطبي، فلجأ اللي هو عمل حجامه، فلا الامر مش طبي، تمام؟ فبدا اللي هو افتيت الله فافتاني، اللي هو يبقى يصلي استخاره ويطلب من الله، حتى جاءه رجلان في المنام، رجل عند راسه ورجل عند قدمه، قال ما حال هذا الرجل؟ قال مضبوبه، قال من طبه؟ قال لبيد بن الاعصم، وده كان من حلفاء اليهود، خدوا من شعر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وعقدوا عليه 12 عقده ووضعوه في بئر يقال عليه بئر زارون. فلما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام شاف الرؤيا، امر سيدنا علي وسيدنا عمر، فاتى بالسحر، ذهبوا فنزحوا ميه البير واتوا به لسيدنا النبي، فنزل امين الوحي سيدنا جبريل بالمعوذتين، قل اعوذ برب الفلق الى اخره، وقل اعوذ برب الناس، حتى انفك السحر. فهنا المقصد ان احنا لازم نوجه الناس ان النفع والضر هو الله، زي ما قال في الايه 102 سوره البقره، واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى النافع والضر هنا هو الله، فواجبنا إحنا أو الناس اللي هي بتتقي ربنا اللي هي تاخد بإيد الناس إلى الطريق الصحيح. السحر لا يفك إلا بكتاب الله وبسنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبالرقية الشرعية. طيب عايزين نعرف العلامات يا دكتور، الناس يعني احنا عايزين نعرف من حضرتك بقى علامات السحر. تمام، ازاي اعرف ان انا عندي سحر؟ تمام، اول شيء في علامات ظاهريه قبل ما نبدا كلامنا فضيله الشيخ، في حاجه بس في التعب النفسي. تمام، تمام، وفيه السحر، اعراض السحر. تمام، فهم بيبقوا مختلطين. تمام، فاحنا عايزين نوضح الصوره اكتر. يعني انا لو تاخد بالك حضرتك، انا اول ما اتكلمت قلت ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان اول شيء عمله لما سحر لجا للحجامه، لان كان وقتها الطب هو ده الطب البديل، اللي هو كان وقتها في عصره او فقه في زمانه الحجامه. فاحتجم، فهو بيقول لنا هنا ارجع للطبيب الاول قبل اي شيء. دلوقتي انا رجعت للطبيب والطبيب قال لي انت ما فاكش شيء طبي، الطب وقف هنا، قال لك انت يعني تحليلك او اشعاعاتك ما فيش شيء اللي انت تتعب، فبلجأ ساعتها الى الرقيه الشرعيه. تمام، وفي علامات يقظه وعلامات مناميه، لو اجتمعت في الانسان، لو اجتمعت في الانسان بعد ما رجع الطبيب يبقى الانسان ده مسحور. تمام، ربنا سبحانه وتعالى بيدي الانسان اللي هو الاحلام او الرؤى لكي يدله او يديله اشارات ينبهه ان الانسان ده في شيء. اول حاجه
العلامات المناميه دايما تلاقي الانسان مريض السحر او مصاب بالسحر يحلم بتعابين، احلام مزعجه، يحلم بمقابر، يحلم باشخاص باشكال مختلفه، عمالقه او اشكال اقزام، يحلم ان هو مثلا لو في سحر في مقابر يحلم بالمقابر، والحلم ده يتردد معاه، بجانب ان هو يصحى من النوم مفزوع دايما، تمام؟ بجانب ان في حاجات تانية في العلامات اليقظه زي صداع دايما ملهوش سبب طبي، يعني الطب قال له انت ما فاكش سبب، تمام؟ فبيبقى في صداع مستمر معاه، وفي ضيقه نفس، وفي خنقه، وفي الام في الظهر، وفي علامات بتظهر وتختفي في الجسم، بجانب تساقط في الشعر، بجانب علامات زرقاء او بقع سوداء بتظهر، كل ده بجانب بقى ان ربنا سبحانه وتعالى لما جعل الرقى الشرعيه مجرد ما الانسان بيسمعها ومصف حاجه زي كده بتبدا الاعراض دي تظهر معاه على جسمه وعلى روحه. ازاي؟ لو حضرتك مصابه بحسد او شيء وسمعت الرقى الشرعيه هتيجي عند ايه الحسد من العلامات الظاهريه هتلاقي نفسك بتتوبي وعينك بتدمع والنفس عندك بقى في ضيق او سخونه في الجسم او بروده، بتكون هنا في علامه. طبعا طبعا، ما احنا مش بنتكلم على شيء مخفي، لا احنا بنتكلم ان كل حاجه لها اساسيات ولها علم، ولازم الانسان يكون على درايه بيه، لكل حاجه ليها قواعد. ربنا زي ما خلق الداء خلق لي الدواء. فبنرجع ان علامات الحسد عند ايات الحسد تلاقي دايما بتاثر في الانسان، تلاقي الانسان بيتوب كتير، دموع، اقل مجهود، بيلاقي نفسه بقى مش زي الاول، عرق في الجسم، لما اخذ غازات بطريقه غير عاديه، وبعد الطب بيقول له ما فيش حاجه، فده بيبقى حسد. بيعمل ايه بقى؟ بيبدا يستخدم برنامج رقيه الحسد او الرقيه الشرعيه، تمام؟ اللي هي العلماء بتاع العلماء ومنهم الشيخ وحيد عبد السلام البالي عامل كتاب جميل جدا اسمه الصارم البطار في تحدي السحرة الاشرار، موضح فيه العلامات اللي انا اتكلمت فيها، وموضح فيها ازاي تعالج نفسك بالرقيه، وازاي اللي انت ترقي بيتك، وازاي اللي انت تحصن بيتك، وتلجا للادعيه النبويه اللي فيها العلاج والموضوع ده. تمام. فضيلة الشيخ، في ناس بتشتكي كتير بأسباب الطلاق بيكون في سحر تفرقة. نعم. في سحر بيفرق ما بين الرجل والمرأة. ده تأكيد لقول الله تعالى بس ولكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فكله بإذن الله. ولكن الآية 102 حسيتنا على الموضوع ده، إن هم اللي بيتعلم السحر ويتعلمون من هم ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فده القرآن الكريم صدق في هذا، تمام؟ ان كل شيء صدق عليه، هو القران صادق، ولكن هذا شيء صدق عليه القران، المولى سبحانه وتعالى بينبهنا ان اغلبيه المشاكل اللي بتحصل بيكون الاغلبيه في المقصد لو الانسان ده زي ما قلنا علامات السحر موجوده عنده، فيلجا اول حاجه التقرب الى الله والى الاستخاره والى الدعاء لربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه، ويلجا الى الرقيه الشرعيه. ده اللي احنا بنقول للناس، وبقولها بوصل رساله، ما فيش حاجه اسمها سحر يفك واحد ساحر او السحر يتفك بالسحر، كلام دجل وشعوذه. كتاب الله سبحانه وتعالى والاحاديث النبويه علمتنا ازاي ان احنا الوقايه ونحصن نفسنا ونعالج نفسنا برضو من داخل اطار. فضلت شايف في ناس كتير بتبقى تعبانه بس بتخاف تروح لشيخ لانها مش بتعرف تفرق ما بين الشيخ اللي بيعالج بالقران، تمام، وحضرتك. طبعا طبعا طبعا. لا، هو ناس كتير على الساحه بس والله دكتوره، يعني انت ممكن، انا عامل صفحه كده على الفيس، ناس كتير تابعتني الحمد لله، انا من خلالها بدي الناس علم وما ببخلش على حد الحمد لله، تمام، وبوضح للناس. انا بروح للراجل اللي هو بيتقي ربنا، اللي هو بيقرا الرقيه الشرعيه، الرقيه اللي هي الكتاب المعروف والاحاديث النبويه، اللي هو ممكن يجيب ميه ويقرا عليها ايات القران ويديك اللي انت تستخدمها، مثلا شراب او اغتسال، بجانب بيقول لك على التطهر والمسك والحاجات اللي هي المعتاده في المجتمع بتاعنا. نشوف الشيف كده مع بعض. اتفضل. ازيك يا شيف، عامل ايه؟ تمام. مش عايزه تسالي الشيخ محمد سؤال النهارده؟ انا بستمع ليه، كلامه جميل بصراحه. الله يعزك. الله يسلمك. عاملين ايه حلو النهارده؟ النهارده عملنا حاجه بسيطه كده، طاجن بطاطس بالجبن والبسطرمه والزيتون. تمام. هي بطاطس محمره وحطينا عليها بسطرمه وزيتون وجبن مشكله، وحطها في الفرن دلوقتي بتاخد وش بس. تمام. وهنعمل بسكوت بالجبنه. تمام. ثلاث مكونات فقط، جبنه وزبده ودقيق، بس كده. بس كده. طيب تمام. وفي مفاجاه اخر الحلقه كمان. حضرتك عامله لنا مفاجاه اخر الحلقه. طيب خلاص يا شيف، هكمل انا بقى، هعمل بسكوت الغدا بقى على ما نخلص. خلاص ماشي، انا هحط ده في الفرن وهكمل. اهلا وسهلا بحضرتك مره تانية. اهلا بحضرتك دكتور. حضرتك احنا عايزين
تحصيل السحر. تحصيل. تمام. إيه اولا احنا عرفنا كده العلامات. تمام تمام. وهي علامات كتير بس انا بحاول اختصر مع حضرتك ايه الكلام عشان وقت الحلقه عايزين نحصن نفسنا كمان من السحر. تمام تمام. إيه عايزين نعرف انواع السحر. تمام. يعني في البدايه نعرف انواع السحر وبعدها نعرف نحصن نفسنا ازاي. تمام. اولا اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. السحر اشياء كتير مختلفه وانواعه كتير. تمام. منهم السحر اللي سحر به سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يخيل اليه. في سحر التخيل وفي سحر الوسواس. هو عايزين بس نعرف المشاهدين ان الرسول عليه الصلاه والسلام اتسحر. نعم ده حديث صحيح. في ناس مش بتؤمن بالسحر يا جماعه. الرسول عليه الصلاه وافضل السلام اتسحر وانحسد. يعني احنا عايزين نؤمن ان فيه سحر بس ازاي نتعالج منه ونروح للشيخ الصحيح اللي يعالجنا. لازم نتعالج بالقران واحنا في ايدينا. نعم. حاجات كتير نعملها في البيت واحنا قاعدين برضو. يعني التحصين ده في ايدينا. نعم. هنعرفه برضو من فضيله الشيخ. والله هو من دورنا احنا ان احنا نوعي الناس الى الطريق اللي هو الصحيح او العلاج او نساعدهم اللي هو ما يكونش اعتقاده في الشيخ ان هو هيعالجه. هو يكون اعتقاده في الله سبحانه وتعالى ان هو هيعالجه. وبجانب ان احنا بنقول للناس برضو ادعي امشي على نهج سيدنا النبي. هو سحر حقا وده في صحيح البخاري وروايه صحيحه ما حدش يقدر يكذبها. والشيخ الشعراوي عليه رحمه الله كان بيفسر ده لما سحر سيدنا النبي. وفي علماء اجتمعت على هذا وفي علماء من شد حبهم لسيدنا النبي يعني قال لك ازاي وهو معصوم. لكن السنه هنا والاحاديث والعلماء بتاعنا اقروا ان هو فعلا سحر ليعلمنا. ازاي ليعلمنا؟ عشان ما يسيبش اي شيء ان حد يخدع امه سيدنا النبي او يخدعنا او يضحك علينا. فهو حط لنا اساسيات. اول حاجه اللي انا الجا لربنا سبحانه وتعالى في القرآن. اول حاجه اللي انا الجا لربنا سبحانه وتعالى بالدعاء. لو انا شاكك ان انا في حاجه ممكن ده شيء اساسي. هبدا بالاستخاره. هبدا بالاستخاره والدعاء الى الله زي ما فعل سيدنا النبي انا هعمل. تمام. بجانب الاستعانه دلوقتي استعن بالله. فاذا استعنت فاستعن بالله. طيب معلش حضرتك السؤال انت اتكلمت في احنا عايزين نعرف انواع السحر. انواع السحر وبعد كده ناخد التحصيل قبل ما نختم. طيب انواع السحر في سحر التفرقه، في سحر مرض، في سحر بالجنون. بيختلف حسب السحر من سحر الى اخر. تمام. بجانب ان الاسحار بتختلف مع طبيعه البني ادم. في سحر بيوضع في الاكل وفي الطعام وده اشد خطوره من السحر المدفون. ليه؟ لانه بيختلط هنا بالدم والماده بتاعته بيصبح في عروق الانسان فبيبدا هنا يتاثر بالانسان تاثير سريع جدا. وفي سحر بيبقى السحر المرشوش والكلام ده كان منتشر في فيديوهات على السوشيال ميديا وعلى الفيس ان الناس كانت مصوره الناس وهي بتعمل السحر وبقى موضوع منتشر جدا. يعني انا مش جايب حاجه غامضه بتكلم فيها، لا انا بتكلم في مشكله مجتمع منتشره اليومين دول. تمام. حضرتك يعني احنا عايزين نعرف الناس اللي هي بتسحر دي عقابها ايه عند ربنا؟ يعني ازاي هم هيقابلوا ربنا؟ يعني انا عايز اعرف ازاي ان انت تكون. تمام. السبب في فشل حياه انسان ومرضه وتعبه ازاي هتقابل ربنا؟ يعني الواحد لما بيبقى يعمل يغلط في اي حد او يتكلم مع حد بصوته مش كويس ما بينامش طول الليل، ما بالك بقى لما يسحر حد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا او دجالا فقد كفر بما انزل الله ورسوله. يبقى حده هنا الكفر. تمام. ده حديث صريح. وفي حديث اللي تاني بيلجا لدجال ان هو يعمل سحر. ده هنا ان ما فيش شيخ حافظ قران. نعم. ربنا هيعمل سحر. نعم. ومش شرط شيخ، اي انسان عادي بيلجا للمواضيع دي او المواضيع المنتشره اللي هي الدجل ده كفر وده حرام. واحنا بندورنا ان انا طالع النهارده بحارب الكلام ده واي حد بيتقي ربنا بيحارب الكلام ده. وفي حاجه تانية يا دكتوره، الناس اللي بتسحر او بتروح تسحر انسان بيكون الحقد من جواها وصل لدرجه ان هو يضربه بسلاح خبيث. يعني لو انا لا مؤاخذه معايا مع حضرتك بعد الشهر مشكله. لو انا مثلا اتخانقت معاكي قلت لك كلمه او حصل مشاده بيننا وضربتني بشيء ملموس اهون عليا ان انت تضربيني بشيء خفي. الانسان زي كده انا بشوف حالات بتيجي بتبقى يعني مريض وبيسرع ويقع في الارض واهله، لانه مش هو بس اللي بيتعب، عيله كامله بتتعب عليه ومش عارفين هو في ايه ومش عارفين يدووه. فده شيء خبيث وشيء يعني ربنا سبحانه وتعالى حرمه وقال في حد الساحر، حد الساحر ضرب بالسيف يعني يقتل. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. لكن احنا بنتكلم في الشرع وبنتكلم في احاديث نبويه. ده حد الساحر في الاسلام الشرع يطبقه ان هو يقتل. فده بالنسبه للناس اللي بتذهب فهو كفر وده حديث صريح. من قطع عرافا او دجالا فصدقه
فقد كذب فقد كفر بما انزل الله ورسوله. وفي حديث ثاني: من اتى عرافا او دجالا فصدقوا فلن تقبل منه صلاته 40 يوم. يعني لو الجماعه اللي بيدعوا الغيب ولا يعلم الغيب الا الله، لو انا زي اللي بيتبعوا الكوتشينه والفنجان والكلام ده تمام، وانا قلت لك على شيء وكذب المنجمون ولو صدقوا، وكذب المنجمون ولو صدقوا. فلو انا قلت لك شيء يا دكتوره وانت صدقتيه، يبقى هنا انت دخلت صلاتك باطله 40 يوم بعد الشر، وان شاء الله يعني احنا بعيد عن الكلام ده. فده التحصين بقى. تمام. التحصين اذكار ربنا سبحانه وتعالى غنانا، وادانا سر عظيم جدا اللي هو اذكار الصباح واذكار المساء. اولا ما جيش انا معلش اكون مقصر في العباده ويصيبني سحر او يصيبني ضرر واجي اقول اللي حصل ده اشمعنى انا، او ليه اثر فيا، ده انا بصلي وهو متقطع او بعيد عن ربنا. ساعات السحر ده بيبقى ابتلاء من عند ربنا ليرفع بيه الناس درجات، ساعات بيكون تكفير ذنب، ساعات بيختلف من انسان لانسان وله ايه في خلقه شؤون. حضرتك في ناس بتصلي ويعني وبتقرا قران وده بس مسحوره. طبعا طبعا، ما هو ودليل على ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام، يعني احنا مهما نوصل للعباده عمرنا ما هنوصل للرسول عليه الصلاه والسلام. بس هقول لحضرتك حاجه، ما بيختلف تاثيره من الانسان المتقرب الى ربنا وفي تحصين وفي ذكر دائم غير الانسان اللي هو جسمه او هو في بعد عن ربنا، الهالة عنده مفتوحه. أيوة والطاقه بتاعته تمام، مستعده اللي هي تستقبل السحر، بيأثر فيه تاثير جامد عن كده تمام. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام علمنا الاذكار وعلمنا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ايات عظيمه جدا في حل المشاكل وفي العلاج وفي الرقيه. فاحنا يعني من دوري من هنا بكلم الناس بقول لهم النهارده انا جيت عشان اقول لكم ارجعوا اقرأوا كتاب الله وما تلجأوش للدجالين وللسحرة والمشعوذين، خليكم في ذكر الله، اكسروا من الصلاة على سيدنا النبي. حصن حصن عظيم جدا والله، لو الإنسان وارد على الصلاة على سيدنا النبي 100 الصبح و100 بالليل وواظب على ده، والله هو في حصن وفي نور وفي شفافية وقضاء حوائج. طبعا الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ما فيش نصيحة كده للمشاهدين تانية؟ والله هو ربنا. طب ننصح الشيف بأي نصيحة؟ طيب والله احنا نطلب ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ذي نعمة محسود، فاحنا لازم ان احنا نحصن نفسنا كويس ونحصن اولادنا. وفي موضوع منتشر والناس بتاخده بصورة سهلة جدا، موضوع الصور اللي كل حياتهم بقى ينزلوه على النت وفي بيوت، وده اصبح منتشر على السوشيال ميديا، كلام الناس باظت بسبب الصور او خربت وحصل مشاكل وفي اطفال تعبت ومرضت، فنبعد عن حته الصور الناس دي. لها الظاهر وليس الباطن. الرسول صلى الله عليه وسلم برضه ما سابش حاجه كده، قال لنا استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. فاحنا بنسرح شويه ونيجي بعد كده احنا اللي بنتعب يا دكتور. فربنا يحفظنا من عنده يا رب. هيا شيف عامل ايه؟ السنيه في الفرن والبسكوت هنا عجنته. نص كوبايه زبده، نص كوبايه جبنه اي نوع، وكوبايه دقيق بس كده. بس الزبده تكون بحراره الغرفه. اهي العجينه اهي. ربنا معاك يا شيف. هنفردها بقى ونقطعها ونحطها في الصاج وهسويها. ماشي ماشي يا شيف. حضرتك نورتنا النهارده. الله يعزك. واحنا كلنا استفدنا من حضرتك. الله يعزك الله يخليك. واحب اشكر حضرتك جدا، ومش عايزينها ان هي تكون اخر مره للمشاهدين النصايح الجميله دي. لا ان شاء الله، وربنا يقدرنا ان احنا نساعد الناس فعلا، لان انا طالع النهارده في ناس كتير فعلا يا دكتور تعبانه، والموضوع يعني مش شيء خفي، لا ده اصبح ظاهر. ومين النهارده ما عندوش مر عليه ظرف ده زي ده في عيلته في اقاربه في اصحابه طبعا. فانا دوري او دور اي حد بيتقي ربنا ان هو يوعي الناس للطريق الصحيح. وزي ما قلت لحضرتك انا في صفحه عاملها على في اسمها عالم الروحانيات وعلاج الاسحار، لو حضرتك برضو دخلت هتلاقيها برضو بتكلم في اللي انا بدل الناس على الطريق الصحيح، والى كله داخل اطار الكتاب والسنه. ربنا يبارك. وانا سعيد جدا ان انا مع حضرتك النهارده ومع الشيف. احنا اسعد بجد بجد، وان شاء الله خير باذن الله. تسلمني. بحب اشكر حضرتك، وان شاء الله لنا لقاء اخر باذن الله. باذن الله باذن الله. أعزائي المشاهدين، هنطلع مع الزميل أحمد شاكر في بتقرير ونرجع لكم تاني، انتظرونا.